على ذكر الشائعات أو الإشاعات، خلينا نبدأ بواحدة من أهم إشاعات الحكومة اللي أطلقتها خلال ال10 سنوات اللي فاتت، اللي هي أنا ببني مدن جديدة أو أنا بعمل جمهورية جديدة. وبالفعل يعني مش مجرد كلام على ورق، الحكومة بنت خلال ال10 سنوات اللي فاتت بعض المدن الجديدة بيصل عددها ال45 مدينة. الجداد منهم اللي اتبنوا اللي هم مدن الجيل الثالث والرابع تقريبا حوالي 24 مدينة. فبقى عندنا القاهرة الجديدة، اسكندرية الجديدة، رشيد الجديدة، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة. وانت ماشي بقى كده كل مدينة قديمة عملوا لها مدينة جنبها اسمها المدينة الجديدة. حكومة صرفت على هذا الملف حوالي 1,300,000,000,000 مصري، ده على حسب بيانات غير رسمية نقلا عن بيانات وإحصائيات حكومية بتتحدث عن هذا الملف. 1,300,000,000,000 مصري لعمل هذه المدن. هذه المدن حسب كلام الحكومة السادة في وزارة الإسكان السيد عبد الفتاح السيسي السيد مصطفى مدبولي، المفروض تستوعب قرابة 27,000 مواطن. 27,000 مواطن اللي هو أقل من تلت الشعب المصري بشوية صغيرين. طب النهاردة بعد الفلوس اللي اندفعت واللي بتعتبر 27 مليون مواطن آسف، واللي تعتبر فلوس مجمدة، النتيجة نتيجة إليك هذه النتيجة. قالك بعد إنفاق مئات المليارات لا زالت المدن الجديدة شبه فارغة. السؤال اللي بنسأله، ماذا استفاد المواطن من هذه المدن الجديدة؟ وليه المواطن اللي عملوا له رشيد الجديدة ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وعملوا له المنيا وأسيوط والفيوم الجديدة ليه ما راحش سكن؟ إن الواقع بيقول إنك بتخطط غلط، زي ما قالت الست امبارح كده بتاعت الأمم المتحدة إن 37% من المدن اللي معمولة في بلدنا تعتبر تخطيط عشوائي. التخطيط العشوائي هنا مش بس ان الشارع معمول في غير مكانه، لا ده انت ممكن تيجي عند محافظة زي محافظة المنيا تعمل لهم مدينة اسمها المنيا الجديدة، لكن هذه المدينة لا تتوافق مع تطلعات ومع الحياة اللي بيعيشها المواطن المنياوي ولا حتى مستوى المعيشة اللي عايش فيها المواطن. فتلاقي الشقة في المنيا الجديدة تمنها 3 مليون 4 مليون جنيه، في حين ان المواطن يا عيني بيقول على الله يا رب ومرتبه بيكفيه عيش حاس. فالنتيجة زي ما انت شايف كده، لماذا لا تجذب المدن الجديدة في مصر السكان؟ تقرير بقى، يعني مش تقرير واحد ولا اتنين ولا تلاتة، الجميع واقف بيستغرب. يعني انت عملت كل حاجة زي ما بقول لحضرتك، 45 مدينة جديدة منهم 24 مدينة من مدن الجيل الثالث ومدن الجيل الرابع، ولكن الناس ما راحتش. إجمالي ساكني هذه المدن حسب تقارير مسحية طلعت عن المركزي للإحصاء 1,700,000 مواطن، المفروض يسكنها 27 مليون مواطن. ده يعني إن الحكومة صرفت فلوس على الفاضي، ده يعني إن الحكومة عملت أزمة في زيادة أسعار العقارات وفقاعة عقارية على الفاضي، ده يعني إن الدولة تكفلت أو تكلفت من جيب المواطن وميزانية الدولة لعمل هذه المشروعات وهذه المدن الجديدة. ومنها مثلا على سبيل المثال مدينة العالمين الجديدة، من يسكن العالمين الجديدة؟ قال لك أثرياء القوم. من يسكن مدينة رشيد الجديدة؟ قال لك لا أحد. من ذهب إلى مدينة المنيا الجديدة؟ اللي راح اشترى في المنيا الجديدة لقى نفسه قاعد من غير خدمات، من غير مية ومن غير كهرباء. عندك المنصورة الجديدة لوحدها اتكلفت 24 مليار جنيه. قال لك الدولة نجحت. قبل أسبوع بالظبط، قبل أسبوع كنت عامل لك ملف كامل عن مدينة المنصورة الجديدة والتلوث اللي موجود في الشوارع والحشرات اللي بتهدد المواطنين والطرق المتكسرة والمجاري اللي طفحة والمية اللي ما بتجيش. ده نفس الوضع بالمناسبة، روح كده بص على أسيوط الجديدة أو المنيا الجديدة أو دمياط الجديدة، هتلاقي مدن ضخمة، عمارات شاهقة، أبراج كبيرة، لكن مفيش أسفلت، مفيش مية بتطلع الدور الثالث، مفيش صرف صحة عمل، مفيش أمن موجود في المدن دي، والكل اشترى من أجل الاستثمار عشان المدن دي غالية، معظمها بعيد، بعيد عن الشغل،
بعيد عن المواصلات، بعيد عن الحياة العامة اللي بيعيشها المواطن. فبص كده مدينة زي الإسماعيلية الجديدة شكلها حلو قوي، قال لك المقصد السكاني الجديد لأهالي محافظة القناة. طيب إجمالي الإشغال في مدينة الإسماعيلية الجديدة قال لك 7%. 7%؟ تروح كده للمنصورة الجديدة دي عالية شوية، قال لك 32%. مدن تانية زي مثلا مدينة زي المنيا الجديدة الإشغال فيها 11%. 30 مدينة جديدة ده لحد يونيو 2023 باستثمارات وصلت 690 مليار جنيه. يقول لك كيف غيرت ثورة يونيو شكل البلد. ولو هنتكلم عن التغيير فكل حاجة في البلد اتغيرت بعد ثورة 30 يونيو دي. دخل المواطن اتغير، الحياة الاجتماعية اللي عايشها المواطن، الحالة الاقتصادية للبلد كلها اتغيرت، الديون وطريقة الانفاق، السلوك الاقتصادي للمواطن اتغير، لأن اللي كان في الطبقة الوسطى امبارح النهاردة بقى فقير، واللي كان بنقول الحمد لله عليه مرتاح دلوقتي نزل بقى في الطبقة الوسطى. فالطبقة الوسطى دي تأكلت، الشعب بقى غني وفقير، بقى حضرة الضابط وسيادة النائب والفنان ولاعب الكورة، وبقيه الشعب اللي هم الدكاتره والمهندسين والمدرسين والموظفين والفلاحين والسواقين والحلاقين، كل دول بقوا بقيه الشعب، لكن الفئه اللي فوق دي اللي معاها فلوس ولا تمثل 7 أو 6%. شوف كده بقى مدينه المنيا الجديده. كنت لسه بكلمك اهو، بيقول لك حلينا المشكله اهو. مدينه المنيا الجديده تعاني من الاهمال. الوزير وصفها بالمقابر وشكاوى الاهالي عرض مستمر. تعرف مين الوزير اللي وصفها؟ قال لك وزير الاسكان الاسبق، اللي هو مين؟ كان اسمه وقتها مصطفى مدبولي، اللي هو مين دلوقتي؟ اللي هو رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد مصطفى مدبولي. لما زار المنيا قال دي مقابر مش مدينه. تلاقيه يقول لك صرفنا فلوس ومليارات بالارقام اهي. المنصوره الجديده اللي قال لك مدينة فتحها السيسي ومدينة من مدن الجيل الثالث والجيل الرابع. المنصورة الجديدة فشل، المنصورة الجديدة 5 مشروعات بتكشف كيف أهدر السيسي مليارات في مدن جديدة وعواصم جديدة وكل حاجة جديدة. مش عارف ايه مشكلتهم مع البلد القديم، ايه مشكلته مع العاصمة اللي هي القاهرة، يسيبها تضرب تقلب وتاكل في بعضها، روح يعملوا عاصمة جديدة. المنصورة يا عيني بتئن، مدينة المنصورة بتحلم بشبكة قوية للصرف الصحي، بتحلم بحل مشكلة نقص المية، بيحلموا بحل مشكلة الطرق اللي بتبوش في الصرف الصحي، تقوم تسيب الناس غرقانين في مشاكلهم تروح تعمل مدينة جديدة اسمها المنصورة الجديدة. وليك هذا الخبر، رغم التكلفة العالية لماذا أخفقت المدن العمرانية الجديدة في جذب السكان؟ أخفاق المدن العمرانية الجديدة في مصر في جذب السكان رغم الاستثمارات الضخمة اللي تجاوزت 1,300,000,000,000 جنيه ما بين عام 2014 و 2023. طب التريليون وال 300 مليار دولت جم منين؟ جم بالفايز، بالدين والسلف، جم على حساب المقاول اللي لحد دلوقتي مش قادر ياخد فلوسه، جم على حساب زيادة في أسعار المواد البناء، فالمواطن العادي مش عارف يبني. ليه؟ لأن الحكومة بتبني مدن، فطن الحديد زاد 400%، طن الأسمنت زاد 400%، مواد البناء زادت 400%. وليك هذا الإنفوجراف، شوف معدل نمو المدن الجديدة، منها مدينة طيبة الجديدة، السادات 15 مايو، العاشر من رمضان، مدينة بدر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة 6 أكتوبر، بالإضافة بقى لبعض المدن الجديدة زي المنصورة والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر. طب شوف كده المستهدف اللي الحكومة قالت عنه 8,500,000 مواطن، ده الهدف، لكن هذه المدن تستوعب 27 مليون حسب تصريح السيد وزير الإسكان. طب الفعلي، شوف بقى الفعلي قد إيه، يعني أرقام بالميات وبالألفات دي عدد السكان المبدئي في كل مدينة. تعالى بس على مثلا مدينة زي مدينة بدر مثلا، قال لك 60,000 ساكنين في مدينة بدر. مش عارف مدينة تانية زي طيبة الجديدة مثلا، قال لك طيبة الجديدة فيها 21,000. طب العاشر من رمضان 60,000. طب يا اخوانا ما هي الفلوس دي
راحت على الارض، والمدن اللي تحولت لمدن اشباح دي، ما هو ده بيأثر على الاقتصاد المصري. شوف كمان عندي انفوجراف تاني بيتكلم في ذات. طب خلينا نشوف هذا الفيديو اللي بيتكلم عن بعض المدن الجديدة ومنها مدينة دهشور، نتابع. بس الشهود ان احنا كنا استلمنا من 2016 ان احنا بين الجامعه وبين وادي النيل مش عارفين نوصل لحقوقنا لحد وقتنا هذا. مش قادر ان انا اسكن في الشقه، مفيش مرافق، مفيش كهرباء، مفيش ميه، الكومباوند جميل لكن غير قابل للحياه. اخذت الشقه من حوالي 3 4 شهور وما كنتش اعرف المشاكل اللي فيها. اتفاجئت ان مفيش مرافق مش موجوده او موجوده داخل الكومباوند بس مش واصله للعمارات. شطب الشقه بقالي 3 سنين وباصت طبعا، ومن لا ميه ولا نور ولا في حاجه، يعني الشقه هضطر اعمل تجديدات ثانيه مع السعر الجديد اللي هي الاسعار، ربنا يستر على الناس. الراجل بيقول لك بشطب الميه الشقه بقالي 3 سنين لكن لا في ميه ولا نور ولا غاز ولا طرق. ده نموذج يعني، اهو مش قادر اسكن في الميه، مفيش كومباوندات ضخمه زي ما بقول لحضراتكم كده وعمارات شاهقه لكن مفيش خدمات، فلوس بتندفع على الفاضي. بص كده على الرسم البياني ده اللي بيتكلم عن المشكلات اللي بتواجه السكان. 80% من الناس بيواجههم مشكله في ارتفاع الاسعار، 55% من القرى من المدن اللي احنا بنتكلم عن عملها الدوله يعني او عملتها الدوله فيها مشكله في البنيه التحتيه، 45% مفيش فرص عمل. يعني انا مطلوب مني اروح اشتري شقه ب 2 مليون جنيه 3 مليون جنيه في المنصوره الجديده او في ايا كان واقعد عاطل عن العمل لان مفيش شغل، اقرب شغل عشان اروح له بتواجهني مشكله في المواصلات، وعشان اركب عربيه تواجهني مشكله تانية في البنى التحتيه، عشان اروح اسكن استحمى افتح الميه مفيش ميه، الغاز مش شغال، الطريق مش في الطبيعي. بقى 1.7 مليون نسمه، ده اخر مسح عمراني بيكشف ضعف السكن في المدن الجديده رغم انفاق المليارات. جيب بقى على ذكر حرب الاشاعات اللي اطلقتها الحكومه، جيب كده كلام السيد وزير الاسكان وشوف كم مره اتكلم عن نجاح المدن الجديده بتاعته. جيب كلام السيسي خلال 10 سنوات وشوف كم مره اتكلم عن ان المدن الجديده حلت مشاكل الكثافه السكانيه. كلام مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلام الساده الاعلاميين الصف الاعلاميين اللي كان قاعد في الصف الاول ده، وشوف هل دي اشاعات ولا حقيقه بعد مليار تريليون و300 مليار وبعد 27 مليون عندنا 1.7 مليون او 1.7 مليون مواطن ساكنين. وكلام مني اللي راح المدن الجديده عايز يبيع ويرجع تاني يسكن في واحده من المدن القديمه رغم ضعف البنى التحتيه الجديده ما فيهاش اصلا.